طبعا لا طبعا. تعالى نشرح بقى. الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الاثنين ليه فتنة؟ ليه؟ لينظر احنا مختبرين فهتصرف ازاي. المؤمن عليه انه يصبر ويرضى بأمر ربنا سبحانه وتعالى، ويصبر برضا. يعني يا ريت ان انا، ما هو الصبر مرحلة والرضا برضو مرحلة، والصبر والرحمة واللطف بيجي في قلب البلاء او الابتلاء. الابتلاء خلينا نحدد البلاء ايه والابتلاء ايه. لكن ان انا يبقى بس افهم ان في لطف في قلب الابتلاء ده. معنى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله سبحانه وتعالى اذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الايمان اصلا بقضاء ربنا خيره وشره من اصول الايمان الستة، الايمان بالقدر خيره وشره. فالانسان مطالب ان هو يؤمن بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدر ويستسلم له. كل ده انا بجاوب على حتة ده ابتلاء يبقى عقاب ولا لا، انا لسه ما جيناش المشكلة. المفروض يستسلم القلب للقضاء والقدر مع الايمان، وقلنا دي من اركان الايمان الست. الله عز وجل بيجري على العبد قضاء، والقضاء ده خير مطلق، بس احنا جهلة، احنا مش شايفين. والقضاء ده العبد مش راضي بيه، يجي مثلا يتأخر جوازه، يجي مثلا زوجة تتعبه، حما منغص عليه حياته، يتحرم من الولد، يبتلي من الفقر، امراض، افات، كل دي ها اقدار وقضاءات ربنا بيقضيه. العبد ساخط على الابتلاء ده، ومش شايف ان ده تكفير او محو للذنوب، وهو ده فعلا الابتلاء بيبقى كده. ليه؟ ما اصابكم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى بيقول ان الابتلاء ده امتحان بيظهر فيه صدق العبد وايمانه، وبيظهر فيه الكذب. الناس اللي بتدعي الايمان وتدعي الايه، لو صادق يبقى هترضى. الله عز وجل يقول الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. طبعا لا، احنا جايين في الدنيا مختبرين ها ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله عز وجل عمل الاختبار عشان يشوف صدقك عامل ازاي. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كمان ها صلى عليه، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، ويبتلى المرء ها على حسب ايمانه وعلى حسب دينه. فان كان في دينه صلبه اشتد به، خلاص بقى البلاء فيه عنده شديد. وان كان في دينه رقه وابتلي على قدر دين، فما يبرح البلاء بالعبد بس خلاص حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه، ما في كل الخطايا والمعاصي. اي ذنب عليك بيطرح بالابتلاء. يبقى الابتلاء ممكن يكون يا اما لتكفير الخطايا، امحو به السيئات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا اذى حتى الشوكه شكا الا كفر به عنها من خطايا. تمام، يبقى انا اعرف ان ده تكفير ذنوب. ومره تانية يكون لرفع الدرجات، زياده في الحسنات، ما عنديش ذنوب ربنا يرفعك بيه. فالابتلاء ده زي ابتلاء مثلا الانبياء الامثل فالامثل فالامثل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس بلاء الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه إيه خطيئة، يشيل كل حاجة. العلماء بيقولوا يبتلى الأنبياء لتضاعف أجورهم ويبقى عندهم أجور زيادة وحسنات زيادة، وللناس عشان إيه الصبر والرضا. فلما النبي يصبر ويرضى يقتدي الناس بيهم، مش نقص ولا عذاب. طار يقع البلاء عشان يمحص المؤمنين ويميزهم على الكافرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمن أهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فلا يعلمن ها فلا يعلمن مين بقى الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.